الثالثة اخصموا لي على أبو مناحي خصم طيب تمام. مش القاضي علي ما عنده معلومة كافية علي بن ناحي. إخوان رسالة أخو يحبكم يقدركم، أنا أقدر من إبراهيم الجاي إنه ما يكون معي إلا الستة والله العظيم ورب الكعبة، وأنتوا تتبعونا عزيزين مكرمين في الهنجر، ما عندي أي مشكلة في ذلك، بالعكس لا أريحني، ولكن على الشاشة مهيب جيدة، الناس حبوكم يبون يشوفونكم على الشاشة، يبون يشوفون تفاعلكم مع زملائكم، إذا كانت على مرحلة الفزعة أقدر أكنسلها من إبراهيم الجاي، ما عندي أي مشكلة يا جماعة. تسمح لي يا سخي الله أنت ولا عليك أمر، ما عندي أي مشكلة أبدا، أي شيء يخدم الفقرة راح أسويه. رجاء خاص، أنت إذا جيت تلمح لزميلك أنت تلمح لزميلك على حساب زميلك الآخر، هذول ما هو بأعداء لك الثانيين، تراهم أخوياك. عدالة المنافسة أهم من كل شيء وأهم مني أنا يا جماعة، أتمنى هذا يكون التنويه الأخير. رجاء خاص، رجاء خاص يا جماعة، رجاء خاص من أخوكم الصغير اللي يحبكم. نعتبر إبراهيم هذا استثنائي، ها؟ نعتبره استثنائي، والجولتين اللي راحت راحت بخيرها وشرها. الجولة الثالثة مع سالم أمثلة، عطونا الصناديق لسالم.